نتابع الآن الأخبار العاجلة التي وردتنا قبل قليل، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية باستهداف مطلة في إصبع الجليل بصواريخ مضادة لدروع للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. الهيئة قالت إن قوات الجيش الإسرائيلي والأمن لم يتمكنا من الاقتراب لمعاينة الأضرار في المضلة بإصبع الجليل خشية استهداف إضافي، في سياق أعلن حزب الله استهداف موقع الرادار في مزارع الشبع المحتلة بالأسلحة الصاروخية. كما أعلن الحزب استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود إسرائيليون في المطلة ردا على الاعتداءات على القرى والمنازل في جنوب لبنان. المزيد من التفاصيل معنا من الجليل الأعلى مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين، ونبدأ بهذه الأخبار العاجلة عن الوضع في المطلة. نعم سهام، يوجد استهداف مكثف للمطلة في إصبع الجليل خلال 24 ساعة الماضية. أطلق حزب الله ما لا يقل عن 12 صاروخا مضادا للدروع. قبل قليل اعترف الإعلام الإسرائيلي بإطلاق نحو 6 صواريخ، والحديث هنا عن أضرار في مبانٍ وحتى عجز من قبل قوات الأمن وقوات الجيش من الاقتراب لمعاينة هذه الأضرار خشية من استهداف إضافي وإطلاق المزيد من الصواريخ، وهذا أوردته هيئة البث الرسمية سهام. قبلها خلال ساعات نهار هذا اليوم أيضا كان هنالك إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع، يوم أمس الليلة الماضية إطلاق أيضا 3 صواريخ وأضرار في 3 منازل. وهنا لا نتحدث عن منازل سكنية لأن المطلة هي مخلاة من السكان، وبالتالي كل استهداف هو يكون المستهدف عسكري. بالتالي بحسب أيضا تأكيد بيانات حزب الله هو استهدف كما قال مبانٍ يتموضع فيها جنود إسرائيليون، وأعلن أيضا خلال نهار هذا اليوم بأنه استهدف دبابة من نوع مركافة وقال إنه أوقع أفرادها ما بين قتيل وجريح.